إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أنه تم إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة واللي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. فريق بيراميدز حقق الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري. رفع بيراميدز رصيده 41 نقطة ليتصدر جدول الترتيب، بينما توقف فيوتشر عند 26 نقطة في المركز 11. اللاعب مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز. وفريق المصري فاز على فريق طلايع الجيش بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري، وبالفوز ده ارتفع رصيد المصري ل 37 في المركز الثاني في جدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 28 نقطة في المركز الثامن. محمود حمادة لاعب المصري حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش واللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري. فريق كريستال بالاس فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم بختام مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي توقف فريق مانشستر يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما ارتفع كريستال بالاس رصيده ل 43 نقطة في المركز ال 14. فريق أودينيزي تعادل مع فريق نابولي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم في إطار مباريات الجولة 35 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي، وبالنتيجة دي بيحتل فريق نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق أودينيزي في المركز 18 برصيد 30 نقطة. نادي أتلانتا فاز على سارانتيانا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم في ختام مباريات الأسبوع 35 في الدوري الإيطالي، وبالنتيجة دي رفع أتلانتا رصيده ل 60 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد سارانتيانا اللي تأكد هبوطه للدرجة الثانية قبل عدة جولات عند 15 نقطة في المركز 20 والأخير. وكده خلصت نشرتنا الرياضية.